خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 35 عاما وبتوجيهات حكيمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضت مسيرة مجلس التعاون إلى الأمام بخطى مدروسة وواثقة نحو تحقيق الأهداف التي يتصدرها التنسيق والتكامل في جميع الميادين. وفي هذا الإطار وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات الأمنية والقانونية التي تضمن حفظ أمن وسلامة المواطنين، خصوصا أن ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع حاضر دوما في القمم الأخيرة لقادة دول المجلس، والتي كان من بينها القمة التي عقدت في العام 2014 وصدق فيها القادة على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم 33 بالكويت في نوفمبر 2014، معربين عن ارتياحهم لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني ومؤكدين التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، وتجسيدا للأهداف السامية والتوجهات الحميدة لأصحاب الجلالة والسمو بشأن تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدة اجتماعات تشاورية للبحث في إجراء تمرين مشترك، وخلال اجتماعهم 34 في الدوحة في نوفمبر 2015 وافق الوزراء على إجراء التمرين الأمني المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون أمن الخليج العربي 1 على أن يعقد في مملكة البحرين بهدف رفع مستوى الجاهزية الأمنية والكفاءة في أداء المهام للقوات الأمنية المشاركة من دول المجلس. وفي خطوة لاحقة صادق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على القرار الوزاري في القمة الخليجية 36 في الرياض، وعلى الفور بدأت مرحلة الإعداد والتحضير والانطلاق من خلال تكوين فرق العمل وإجراء الاتصالات ووضع الخطط، حيث أخذت وزارة الداخلية في مملكة البحرين وبناء على توجيهات ومتابعة حثيثة من الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية قائد التمرين في تجهيز المواقع المحددة لإقامة التمرين، حيث أقيمت المباني والمنشآت الخاصة بالمنطقة الميدانية وتوالت الزيارات التفقدية للوقوف على الجاهزية التامة لاستضافة القوات الأمنية لدول مجلس التعاون بمختلف قطاعاتها. وبعد اكتمال منظومة الإعداد والتي رافقها في كافة مراحلها اجتماعات مكثفة لفرق العمل وزيارات تفقدية متتالية للاطمئنان على كافة التفاصيل والاستعدادات، بدأت القوات الأمنية لدول مجلس التعاون واعتبارا من 22 من أكتوبر 2016 في الوصول إلى مملكة البحرين برا وبحرا وجوا، حاملة معها رسالة للعالم أجمع مضمونها أن هذه الدول كالجسد الواحد، ورسالة أخرى للمجتمع الخليجي أننا بيت واحد وأمن واحد ومصير واحد. فالتشكيلات الأمنية المشاركة في أمن الخليج العربي الأول متخصصة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود البرية والبحرية وأمن المنشآت والمرافق العامة، وشاركت تلك الوحدات بآلياتها ومعداتها المختلفة مع الزوارق البحرية والطائرات في تنفيذ المهام الأمنية المشتركة. وفي مشهد مهيب يعكس الوحدة والتناغم والاندماج والتجانس، كان 27 من أكتوبر 2016 يوم الانطلاقة الحقيقية للتمرين بعد أن كان حلما وفكرة على الورق. وفي حفل الافتتاح أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين أن التجمع الخليجي الأمني يؤكد العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول المجلس ضد مختلف التحديات الأمنية، وأن أمن الخليج العربي الأول يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير ويسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني عند الحاجة. بعدها افتتح الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية قائد التمرين الأمني المشترك أعمال التمرين
بحضور اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، رئيس هيئة السيطرة، وأعضاء الهيئة العليا للتمرين، وعدد من كبار الضباط من القوات المشاركة من دول مجلس التعاون. ولما كان الأمن الداخلي مسؤوليتنا الوطنية، فإن الأمن المشترك لدول المجلس هو خيارنا الوحيد. ومنذ اليوم الأول بدأت فعاليات التمرين على أرض الواقع بعد دراسة جيدة للموقع. اقتضت في البداية تنفيذ أعمال استطلاع ذات جودة عالية مبنية على أسس علمية واستراتيجية محكمة، وبعدها انتقلت القوات الأمنية المشتركة إلى الميدان لتنفيذ عملياتها والتعامل مع مصادر التهديد وتنفيذ خطة الانتشار الأمني. استمرت الفعاليات والتمارين الميدانية حوالي 3 أسابيع محققة الاندماج والانسجام الأمني والقدرة على أداء المهام المشتركة في موقع واحد، وسط عناصر ومحددات أساسية ساهمت بشكل كبير في قيادة التمرين إلى بر الأمان. فمركز القيادة والسيطرة الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات للعمل في منظومة متجانسة من التواصل والقيادة والسيطرة على كافة تفاصيل الأداء الأمني، كما تضمنت القرية النموذجية للتمرين العديد من المرافق المساندة. فالمركز الإعلامي عمل على أداء دوره كواجهة إعلامية للتمرين، وشكل منظومة من التواصل على مدار الساعة مع كافة وسائل الإعلام، وهو أمر كان حاضرا في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. كما قامت العيادة الطبية بدورها المنوط بها بكل دقة ومثالية، حيث جهزت بكافة الأدوات الطبية والكوادر الفنية المتنقلة ومجموعة متخصصة من فرق الإسناد الطبي. لم يكتسب التمرين أهميته فقط من توقيته وحجمه وجدواه، وإنما اكتست معالمه بجملة من العوامل الفارقة التي جعلته متفردا عدة وعتادا. إذ تنوعت آليات وكوادر القوات الأمنية المشاركة، زادها كفاءة ذلك الانصهار الحاصل بين كافة التخصصات ورفع الجاهزية الأمنية وتعزيز التعاون لمواجهة الأزمات. فبالإضافة إلى تدريبات القوات المعنية بحماية الحدود البرية، نفذت تدريبات بحرية وتكتيكات أمنية متنوعة استخدمت فيها قطع بحرية مختلفة، منها الزوارق متعددة المهام والمواصفات بعيدة ومتوسطة المدى، وكذلك زوارق التدخل السريع. وعلى رأس تلك التدريبات عناصر مؤهلة تأهيلا عاليا في العمليات البحرية كالبحث والإنقاذ وفرق الضفادع البشرية. وسط تلك المنهجية العالية في الأداء الميداني والرصد والمتابعة والتقييم، مضت أسابيع تمرين أمن الخليج العربي واحد في تحقيق الأهداف المرجوة، حتى كان ختام فعالية التمرين في 16 من نوفمبر 2016 يوما للتتويج وإعلان تأكيد الوحدة للبيت الخليجي. سلام العلم، سلام قف.
ومما زاد التتويج قيمة وبهاء تشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ختام التمرين بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون، وتقدير من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للدور والمؤازرة والدعم التي حظي بها التمرين من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، حرص جلالته على الالتقاء بهم والتحدث إليهم قبيل بدء حفل الختام، مؤكدا جلالته على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة والروابط والصلات المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون على كافة الأصعدة، لا سيما على صعيد التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية، ومشيدا بكل الجهود المخلصة والموفقة التي يبذلها وزراء الداخلية في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة. وفور بدء وقائع الاحتفال توجه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى المنصة الرئيسة للعرض لمتابعة الفعاليات. استاذن جلالتكم انصراف حرس الشرف. سيد حرس الشرف ما تدري ألقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قائد التمرين الأمني المشترك كلمة استعرض من خلالها أهمية هذا التمرين والذي كان حلما وصار اليوم واقعا ميدانيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العظيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاك، أصحاب السمو أصحاب المعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ببالغ الفخر والاعتزاز أن أرحب بمقدم جلالتكم الميمون وضيوفكم الكرام في هذا اليوم المبارك الذي نشهد فيه فعاليات التمرين النهائي المشترك للقوات الأمنية بدول مجلس التعاون أمن الخليج العربي واحد، والذي انطلق في 27 من شهر أكتوبر واستمر حتى هذا اليوم بعد فترة من الإعداد والتخطيط والتحضير، واضعين في الاعتبار التحديات والتهديدات وعلى رأسها تهديد الإرهاب في المنطقة، ونحمده سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الأمني الأخوي الذي يأتي تلبية لطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، وبدعم ومؤازرة من الأشقاء أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الحضور الكريم، لقد شكل هذا التمرين نقلة رائدة على طريق مسيرة التعاون الأمني بين دولنا، وعكس مدى التلاحم والتكاتف في أداء الواجبات الأمنية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأمني الميداني على أرض الواقع. وإنما كان بالأمس تخطيطا نظريا أصبح اليوم والحمد لله واقعا عمليا ميدانيا، فقد تدربنا بصورة مشتركة غير مسبوقة، ولكن المهم في الأمر أننا أدركنا أهمية ما تدربنا عليه، وإن أقصر وأفضل الطرق لتحقيق التجانس والتنسيق هو العمل المشترك في الميدان، فقد بدأنا تدريبنا بتطبيق إجراءات مختلفة، وانتهينا بإنجاز الواجبات المطلوبة من خلال تطبيق إجراءات عمل موحدة، الأمر الذي عزز لدى الجميع الثقة بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأدرك كل واحد منا معنى وأهمية العمق الأمني. وإن هذا العمل المشترك الناجح نحن مطالبون بأن نبني عليه ونعمل على تطويره، وهو في الوقت ذاته جوابنا الأمني الموحد لمن أراد أن يعبث بأمن بلداننا. وخلاصة القول إن تمرين الخليج العربي واحد قد وضح حدود الخارطة الأمنية لدول المجلس، مؤكدا بأن أمننا الداخلي كل لا يتجزأ، علما بأن هذا الأمر لا ينتهي بنا في ميدان التدريب أو من خلال عملية أمنية مشتركة، بل من خلال عملنا الأمني المشترك اليومي من قبل مختلف الأجهزة الأمنية. وإن مسؤوليات هؤلاء الرجال في المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والمصالح المشتركة إنما هي واجبات لم يحددها القانون بوقت، لأنها مسؤوليات دائمة يتطلب تنفيذها الحضور الأمني بصورة مستمرة مع التمسك بقيم الولاء والانضباط والنزاهة والالتزام. ونحن مدركون على كل حال بأن عملية تطبيق القانون لا يوجد في مفهومها التراجع أو الانسحاب، بل أنها عملية مستمرة هدفها العدالة وتحقيق الأمان المنشود على الدوام. سيدي، أستأذن مقام جلالتكم السامع بصفتي قائلا للتمرين المشترك أن أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة رؤساء الوفود المشاركة ورئيس وأعضاء هيئة السيطرة، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة التقييم والكوادر الإدارية، كما أخص بالشكر قادة ومنسوبي القوة المشاركة في التمرين،
على التزامهم وتعاونهم وتحليهم بروح المسؤولية وعلى مشاركتهم الفعالة النابعة من إيمانهم بدورهم الكبير في الحفاظ على أمن دولنا واستقرارها. والشكر موصول إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني على المساندة التدريبية والإدارية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظكم الله ورعاكم، نسأل الله أن يحفظ جلالتكم قائدا وبانيا لنهضة البحرين المباركة، وأن يؤيدكم بالنصر والتمكين، وأن يديم سبحانه وتعالى نعمة الأمن والاستقرار على أوطاننا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بدأت القوات الأمنية المشاركة تقديم الفرضيات الأمنية الثمانية التي يتضمنها التمرين من خلال تطبيقات ميدانية عملية للمواجهات الأمنية، عكست المستوى المتقدم من الكفاءة والاستعداد والجاهزية والقدرة المشتركة على أداء المهام الأمنية والتعامل مع كافة الظروف والمستجدات. ففي الفرضية الأولى الشرارة، كان الجهد الرئيسي لقوات الأمن البحرينية والمساندة لقوات الأمن السعودية والكويتية والإماراتية. تمثلت الفرضية في الاعتداء على دورية أمنية والتعامل مع مسلحين في مبنيين والسيطرة على مركبة أثناء محاولة هروب مجموعة مسلحة، حيث أنه أثر تجمع لعناصر إرهابية في منطقة السلام بعد بلاغ من أحد السكان بمشاهدته أشخاصا يقومون بنقل صناديق ومواد غريبة من مركبة إلى أحد المنازل. وعند اقتراب إحدى الدوريات تعرضت لإطلاق نار أدى إلى تراجعها وطلب المساندة. وعليه صدرت الأوامر من مركز العمليات المشتركة للجهات المختصة بالتعامل مع الموقف. وتم القبض على الإرهابيين. وأثناء عملية التطويق حاولت إحدى السيارات الهروب من الموقع، حيث لحقتها سرية التدخل السريع النسائية البحرينية وتمكنت من ضبطها والقبض على من فيها من الإرهابيين. أما الفرضية الثانية الحسم، فكان الجهد الرئيسي فيها لقوات الأمن الكويتية، فيما تقوم قوات الأمن البحرينية بفرض طوق أمني حول منطقة الواجب، وتوفر فريق كلاب بوليسية، بينما توفر قوات الأمن القطرية والعمانية فريقي قناصة وفريقا للتعامل مع المتفجرات. فقد تضمنت اقتحام مبنى والقبض على الإرهابيين المتحصنين بداخله بعد معلومات عن قيامهم بعمليات إرهابية، حيث أنه بعد تطويق منطقة يتحصن بها عناصر إرهابية واتخاذ كافة الإجراءات للاقتحام، حاول أحد أفراد الخلية تفجير نفسه بحزام ناسف. تلا تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية المشتركة والعناصر الإرهابية، ثم تعاملت فرقة مكافحة المتفجرات مع الموقف وتأكدت من سلبيته. ومع مداهمة المنزل وتطهيره وقع هجوم على مجموعة الطوق الخارجي من قبل عناصر إرهابية، حيث تم التصدي لهم والسيطرة عليهم. وفي الفرضية الثالثة المنقذ،
كان الجهد الرئيسي لقوات الأمن الإماراتية، وقدمت المساندة قوات الأمن السعودية والكويتية والبحرينية والعمانية. تضمنت الفرضية الثالثة تحرير رهائن من حافلة نقل العام بعد اختطافها من قبل مجموعة إرهابية، حيث أنه بعد اعتراض سيارات المصفحة للحافلة بهدف اختطافها، قامت القوة ببدء عملية الاقتحام من خلال مدرع يمين الحافلة ونزول طاقم من أفراد القوة بالحبال من سقف الحافلة، حيث تم السيطرة التامة على الإرهابيين ونقل الاثنين منهم إلى سيارة الزنزانة خلف الحافلة والبدء بنقل الرهائن بعد تحريرهم. وفي ذات السياق جاءت الفرضية الرابعة البرق، والتي كان الجهد الرئيسي فيها لقوات الطوارئ الخاصة السعودية، وسندتها قوات الأمن القطرية والكويتية والبحرينية والإماراتية والعمانية. متضمن اقتحام وتطهير مبنيين ومستودع أسلحة ومتفجرات يتواجد بها مجموعة إرهابية، حيث أنه عند اقتراب القوة من الموقع أطلق الإرهابيون النار على رجال الأمن الذين يردون بالنقل مع طلب الإسناد الجوي، والذي يقوم بإنزال فريق قناصة على سطح أحد الأبراج المطلة على الموقع، كما يتم إلقاء الغاز على مجموعة متمركزة داخل المبنى لعمل غطاء أثناء التقدم. ولتعزيز عنصر المفاجأة تقوم فرق اقتحام أخرى بالنزول على سطح المنزل، وعند ساعة الصفر تهاجم فرق الاقتحام في وقت واحد. وفي الاتجاه الآخر تحاول مجموعة السيارات اقتحام الطوق الأمني من الخارج، لكن يتم التعامل معهم، وبعدها يتم تطوير الموقع والقبض على عدد من الإرهابيين. أما الفرضية الخامسة الصاعقة، والتي كان الجهد الرئيسي فيها لقوات الأمن الخاصة السعودية وساندتها قوات أمنية إماراتية وبحرينية، فقد تضمنت اعتراض مركبة تنقل سجينا خطيرا، وتحصن المسلحين داخل إحدى المنازل، حيث أنه بعد اعتراض فريق المهام الخاصة أثناء مهمة نقل السجين على درجة عالية من الخطورة واستخدام مركبتين في محاولة لتخليصه، يتم التعامل مع الإرهابيين من قبل المجموعة المتقدمة، وتقوم السيارتان الأخريان بعملية ارتداد عكسي ونقل السجين إلى مكان آخر. بعدها هرب الإرهابيون إلى المبنى المجاور في منطقة السلام وتحصنوا فيه، وعندها طلبت القوات الأمنية الخاصة الإسناد الجوي الأمني، وتقدم فريق التفجير لفتح ثغرة في المبنى، وعند جاهزية الفريق يصدر الأمر باقتحام والقبض على الإرهابيين وتطهير المبنى. فيما تضمنت الفرضية السادسة نقطة الفرز للمنطقة الصناعية لقوات حرس الحدود وأمن المنشآت السعودية بمساندة قوات الطوارئ السعودية وقوات الأمن البحرينية والكويتية، حيث تم رصد مركبة متجهة لنقطة الفرز المتقدمة للمنطقة الصناعية المقابلة لمنطقة السلام، وعند محاولة استيقاظهما قام الراكب بإطلاق النار باتجاه الدوريات، مما استدعى التعامل وفق ما يقتضيه الموقف، حيث تم القضاء على قائدها ومرافقه. ومع استدعاء قوات التدخل السريع للمساندة تقدمت مركبة أخرى وقام مرافق قائدها بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن وترجل أحد المهاجمين من المركبة وقام بتفجير نفسه. بعدها تم القبض عليه مصابا والسيطرة على الموقف. وفي الفرضية السابعة المنفذ، جاء الجهد الرئيسي لقوات الأمن السعودية بمساندة القوات الكويتية والبحرينية من خلال فرض طوق أمني، فكان محورها اعتزام مجموعة إرهابية استهداف المنفذ الحدودي بمنطقة السلام، حيث أنه أثناء تعامل قوة أمن المنفذ الحدودي مع إرهابيين
على نقطة الفرز الأمامية لعدم تمكينهم من الدخول. هرب أحد أفراد السيارة المجهولة وتمت ملاحقته والقبض عليه والتأكد من عدم حمله حزاما ناسفا. وفي الأثناء ورد بلاغ من منفذ الدولة المجاورة بالاشتباه بسيارتين غادرتا باتجاه المنفذ، وعليه تم تنفيذ خطة الإغلاق وإخلاء كافة الموظفين المدنيين والتعامل مع السيارات المشبوهة وتعطيلها قبل الوصول للمنفذ والتأكد من عدم وجود أي متفجرات أو سيارات أخرى قادمة، مع التنسيق مع الجانب الآخر. كما شهدت تجمعات قرب الحدود وحدث تفجير للسياج ودخول مجموعات مشبوهة بسيارات وعلى الأقدام. وبعد وصول الدعم والإسناد تمكنت القوات الخاصة من تطويق واقتحام المركز وتطهيره والتعامل مع كافة العناصر. واختتمت الفرضيات بفرضية مشتركة تضمنت جزئين. تمثل الأول في اعتراض أهداف بحرية وتخليص سفينة خليجية من عملية سطو مسلح، حيث تم رصد هدفين داخل المياه الإقليمية اتجه أحدهما نحو سفينة تجارية، حيث قام اثنان منهما باختطافها. وعند توجه الدوريات لتأمين السفينة تم تطويقها وإنزال فريق اقتحام السفن عن طريق الهليكوبتر، وعليه تمت السيطرة على السفينة وكذلك القبض على الهدفين من قبل القوارب الاعتراضية. وجاء الجهد الرئيسي في هذه المهمة الأمنية لقوات حرس الحدود بمساندة خفر سواحل البحريني. أما الجزء الثاني من هذه الفرضية فقد تمثل في اقتحام وتطهير مجمع سكني تتحصن به مجموعة إرهابية. المجموعة المسلحة نداء من وزارة الداخلية على أي شخص مسلح، الخروج واضعا يديه فوق رأسه وعدم حمل أي سلاح حفاظا للأرواح وسلامتكم، ولا سيكون التعامل بالمثل. حيث أنه أثر معلومات عن تمركز أشخاص في مجمع سكني بإحدى الجزر النائية، تم إنزال فريق الضفادع البشرية لتأمين الجزيرة وكذلك فريق الإبرار الجوي والذي اقتحم مبنى الإرهابيين. وقد نفذت المهمة قوات أمنية مشتركة مع إسناد من الطيران. وبعد الانتهاء من تنفيذ الفرضيات الأمنية توالت وقائع الحفل الاختتامي وفق منظومة وأداء منضبط، حيث قدم طابور العرض استعراضا أمنيا مرورا بالمنصة وأداء التحية لجلالة الملك المفدى. لهم هدف واحد وغاية منشودة، يحقق أمن الأوطان واستقرارها والتصدي لكل العابثين، يدا واحدة ويرمون عن قوس واحد. نعم يا صاحب الجلالة، فنحن الهلاك المر في غيهب الدجا، وفيما عدا الهيجاء فنحن التراحم. ألا نحن وحد الحزن نهدي إلى الردى، وللصحب والأحباب نحن النسائم. يبدأ الآن عرضا عسكريا أمام المقصورة الملكية، حيث يتكون طابور الاستعراض من وحدات رمزية تمثل قوات الأمن لدول مجلس التعاون الخليجي. ها هو طابور الاستعراض في هذا اليوم الماجد وأمام المنصة الملكية الرئيسية، قادة سرايا مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكيلة المشاة والأسلحة بعتاد القوة وعتاد الفكر والمسؤولية، إنها عدة أمن وسلام قبل أن تكون عتاد قوة. ها هي قوات الأمن الخاصة حسب أفرع متنوعة تابعة لوزارات الداخلية والموكل لها مهام أمنية مختلفة تحقق الهدف الأسمى وهو حفظ أمن الوطن الداخلي سيما، ومساندة قطاعات الأمن الأخرى ومكافحة الإرهاب
وأمن الطائرات وأمن السفارات وإزالة واكتشاف المتفجرات، بالإضافة للحماية المجتمعية وحماية وحراسة الحدود. إنها كما تقولون وإنها كما يقولها قادتنا وتثق بها شعوبنا، إنها عقيدتنا التكاملية والتي تكللت وستكلل اليوم بنجاح. سيدي صاحب الجلالة، يتقدم أبناؤكم من رجال أمن خليجنا البواسل وهم يخطفون. استعراضا للآليات والمعدات، تتقدمهم يا صاحب الجلالة سيارة استطلاع وغرفة عمليات مصقرة تحتوي على كاميرات حرارية ذات مميزات عالية ودقة عالية في رصد الأهداف في الأماكن المظلمة. خلفهم مصفحات نمر، تستخدم هذه المصفحة لنقل فريق الاقتحام إلى أقرب نقطة تستوعب فريق يتكون من 8 أفراد فعالة مع فرق الاقتحام. الآليات المصفحة الـ ABV
تستخدم هذه الآلية كدورية للعمليات العسكرية وأمنية تحت مناخات مختلفة فعالة في التضاريس المتعرجة. زوارق حفر السواحل، زوارق فئة سهم، وهي زوارق سريعة اعتراضية يبلغ طولها 38 قدم وقوة دفع جبارة تصل إلى 900 حصان. حفلنا الكريم تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الآن باستعراض أحدث وأجرأ معداتها، إنها عتاد القوة والمنع. أمامكم سيدي الآن سيارات الجارديان الحديثة نوع S-55 المدججة بالعتاد والمصفحة بالكامل، تتبعها مصفحة الكادلك ذات الهيكل الصلب والقدرات والمناورة، ثم سيارة الأوتوكار نوع لاند روفر ذات القدرات المهارية والتكتيكات أثناء تنفيذ أمر العمليات، ثم سيارات الارديان 12 الجديدة نوعيا في المنطقة، فسيارة الفورد ذات السلالم الطويلة والتي تستخدم لعمليات المداهمة والاقتحام ومفاجأة الخطرين. خلفهما سيارات الجمس والنيسان بترول والتابعة لعمليات التنسيق والدعم الأمني، تتبعها سيارات الحمر والتي تستخدم في تأمين الأماكن الحيوية والمنشآت الحكومية وتأمين خط سير المركبات الهامة، سيارات الشغب زيجلر والتي تستخدم في مكافحة أعمال الشغب كذلك، ومنها ما هو مصفح ومنها ما هو عادي. سيدي صاحب الجلالة، ضيوفنا الكرام، تشارك مجموعة رمزية من مختلف الآليات والمعدات التابعة لقوات الأمن السعودي، يتقدمها عربة كابريفي، وهي ناقلة لرجال أمن الحدود ذات تصفح عالي ولها محورين يحمل سلاحين ذات مواصفات وتقنيات عالية. يليها عربات الجوركا، وهي عربات مصفحة لنقل رجال الأمن لمختلف مهماتهم الأمنية للمداهمة ولعمل الطوق الأمني، وذات محور واحد يحمل منصب عيار 50 ملم. عربات MT المصفحة والتي تستخدم لنقل رجال الأمن لكافة مهامهم ومواقعهم المختلفة. والآن الطيران الأمني يا جلالة الملك يستعرضون في هذا التشكيل الجميل والذي يحمل أعلام دول مجلس التعاون الخليجي. عربات أخرى تحمل كاميرات حرارية، وعربات أخرى للاتصال اللاسلكي المتنقل، وعربات للاتصال الفضائي لنقل الأحداث المباشرة إلى مركز القيادة والسيطرة عبر الأقمار الصناعية. يليها يا سيدي عربات الاقتحام السريع، ومهمتها نقل رجال الأمن لعمليات الاقتحام السريع. ويمر الآن أمام أنظار جلالتكم مجموعة رمزية للقوات الأمنية البحرية، وهي عبارة عن زورقين للتدخل السريع، وبه أطقم من الضفادع البشرية والاقتحام ومكافحة القرصنة. ويليها زورقين اعتراضيين، ثم زورق دورية قصيرة المدى، وزورق للبحث والإنقاذ. سيدي صاحب الجلالة، ضيوفنا الكرام، تدخل الآن مركبات القوى العمانية المشاركة في تمرين أمن الخليج العربي الأول، والتي تمثل عددا من المركبات التي تتعامل معها وحدة العمليات الخاصة بشرطة عمان السلطانية المدرعة بارمونت مارودر، تعد من المدرعات التي تمتاز بالصلابة والمتانة ولا تتأثر بالمتفجرات والألغام الأرضية، تحتوي على منصات إطلاق متعددة وبرج رماية في الأعلى. مدرعة بيركات تمتاز بالقوة على المناورة والسرعة، وتحتوي على منصات إطلاق متعددة وبرج رماية، وتستخدم لمداهمة المباني متعددة الطوابق. تمتاز بالقدرة على المناورة والسرعة، وتحتوي على منصات إطلاق متعددة وبرج رماية في الأعلى. سيدي صاحب الجلالة، أصحاب المعالي، الضيوف الكرام، ها هم أبناء الخليج، أبناء دولة قطر، يستعرضون الآلياتهم المتنوعة منها الخفيف والثقيل
ترون الآن آليات الرينو، وهي متعددة المهام، تستخدم للقتال وللشغب ولنقل الأفراد. وتتميز هذه الآلية بالتصريح العالي وتنوع الأسلحة المستخدمة، رشاش 50 ورشاش جيبي وقواذف الغاز الشوغر والكوغر، كما أن سرعتها تصل إلى 110 كيلومتر وتقطع مسافة 424 كيلومتر دون التزود بالوقود. يليها سيارات السلالم التي تصل إلى ارتفاع 9 متر وتستخدم للطائرات الإيرباص 380. تميز هذه الآلية بنظام شفط من الداخل وعشر فتحات للرماية. يليها سيارات الجي ام سي التي تتميز بسهولة الحركة ودخولها للمناطق الضيقة، وهي مزودة برشاش 50. اللهم أدم علينا وعلى أوطاننا نعمة الأمن والأمان. سيدي صاحب الجلالة والضيوف الكرام، تشاهدون جلالتكم جانب من آليات القوة الكويتية المشاركة التابعة لوزارة الداخلية والمتمثلة الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، وفي مقدمتها آلية السلالم. يتم استخدام هذه الآلية في التقدم أثناء المداهمات والاقتحامات ومداهمة الطوابق العلوية مصفحة ضد عيار 762. تليها مدرعة البنهارت فرنسية الصنع، تحمل منصب نرويجي وفيها خاصية برمائية، ويمكنها الرماية على أكثر نوع من الرشاشات 7 12.7 وعيار 7 62، رشاش M16 وقواذف لاونشر. يتكون طاقمها من 3 عناصر: سائق، آمر مدرعة، رامي المنصب. تستخدم في عمليات التضويق الخارجي والداخلي، وتمتاز بصغر حجمها والدخول في الأماكن الضيقة. تليها آلية مكافحة المتفجرات، آلية التخلص من المتفجرات، تحتوي على المعدات التي يحتاجها فني التخلص من المتفجرات، وهي عربة التخلص، مدافع ماء، جهاز الأشعة، معدات التخلص من الذخائر. تليها مدرعة التيسن ألمانية الصنع، ناقلة 10 عناصر أمنية مصفحة ضد العيرة النارية، حماية كاملة ضد القنابل الحارقة. استخداماتها: إعطاء كثافة نيران لتقدم الطاقم للهدف، توصيل الطاقم إلى أقرب نقطة للهدف. أخيرا آلية حرباء الصحراء، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتم وضع مواصفات الفنية الخاصة بالمدرعة من قبل فريق فني كويتي. فيها منظومة كاميرات تتكون من 20 كاميرا نهارية وليلية، ومزودة بأربع شاشات داخلية للسائق والرامي والطاقم، مرتبطة بنظام البث المباشر مع القيادة. يمكنها قطع 1000 كيلو متر دون التزود بالوقود. التحكم بها من الداخل دون الحاجة للخروج من المدرعة، ويعلوها برج بريطاني الصنع مزود السلاح، ويمتاز بخاصية الدوران 360 درجة. وتمر الآن من أمام جلالتكم عربات الإسناد الطبي، والتي كان لها دور بارز في التمرين الخليجي العربي الأول. بعدها ألقى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كلمة أعرب فيها عن إعجابه بما شاهده من مهارات عالية وتطبيقات عملية مميزة، مشيدا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي بذلها جميع المشاركين في التمرين في مختلف مراحله، مما يعكس الجاهزية الأمنية والانسجام والتعاون الذي ظهرت به القوات المشاركة في إطار منظومة أمنية متكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل فخر واعتزاز أرحب بهذا الاجتماع المبارك الأخوي والاحترافي. وفي الواقع لنا أمل أن نلتقي معكم في الغريب بإذن الله في إحدى دولنا من مجلس التعاون. فشكرا وتحياتنا إلى جميع الإخوة الذين يعملون معكم في حفظ الأمن وردع أعداء الأمة، فشكرا. السلام لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. سلام.
وتقديرا لحضور جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ختام فعاليات التمرين، أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون عن خالص شكرهم وتقديرهم لجلالته، مقدرين في الوقت ذاته الجهود التنظيمية والدعم والإسناد المتقدم الذي وفرته وزارة الداخلية في مملكة البحرين بتوجيهات من معالي وزير الداخلية قائد التمرين من أجل إجراء التمرين بالشكل اللائق الذي ظهر به. وهكذا شكل أمن الخليج العربي الأول نقلة نوعية في مسيرة التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون، كان حلما ذات يوم وها هو أصبح واقعا مشهودا. حضرت قوات دول مجلس التعاون إلى مملكة البحرين، وكان وصولها وتجمعها في حد ذاته نوعا من العمل المشترك. قامت بتنفيذ تمارين ميدانية على مدار أسابيع ثلاثة، وشاركت في تنفيذ مهام أمنية مشتركة في ساحة واحدة وظروف واحدة وبإجراءات ومفاهيم عمل واحدة. وهذا هو الهدف والمراد والذي جاء تحت شعار أمن واحد مصير واحد. حملت مملكة البحرين شارة البداية وتحملت مسؤولية الإعداد والتنظيم وأوفت بالوعد والعهد لتتواصل المسيرة، ويأتي أمن الخليج العربي الثاني في دولة أخرى شقيقة منطلقا من القواعد التي أرساها أمن الخليج العربي الأول، ومستفيدا من هذه التجربة التي تؤكد كل التقديرات أنها حققت وستحقق الكثير لأمن وسلامة دول وشعوب مجلس التعاون.